عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات أردنية. وضيوفنا في كل حلقة من القطاع الخاص والعاملين، ونحن الآن أعزائي المشاهدين الكرام في محافظة الزرقاء، وضيفنا لهذه الحلقة السيد عامر الصوالحة، وهو صاحب مطعم عاشور المركزي، وهو أشهر من أن يعرف في هذا القطاع. سيد عامر، بداية بنرحب فيك في هذا البرنامج الوطني، بنحكي لك مساء الخير. الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. نعم سيد عامر، أنت نشمي من نشامة هذا الوطن وكفاءة بنعتز فيها دائما وأبدا. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن هذه المسيرة العملية والمهنية قبل افتتاح مطعم عاشور العريق والمرموق في محافظة الزرقاء. أهلا وسهلا، أول شيء شرفتونا. أنا عامر الصوالحة، دارس جرافيك ديزاين بجامعة علوم تطبيقية بال 2011. أنهيت جامعتي الحمد لله رب العالمين، واتجهنا لقطاع المطاعم أنا وشريكي عاشور، لنخدم مثلا هاي المنطقة بالذات بالوسط التجاري بالزرقاء. جميل. يعني سيد عامر، سميت اسم المطعم على اسم شريكك؟ نعم، أنا صريت يكون اسمه عاشور لأنه اسمه مميز، هو شريكي عاشور المصري. جميل، احنا أكيد نتشرف فيك ورسالة. نعم، حياك حياك. نعم سيد عامر، نتحدث الآن عن تأسيس هذا المطعم، متى تأسس؟ يتأسس بال 2018، في بداية ال 2018، يعني عمره حاليا تقريبا ثلاث سنوات وشوي. نعم، نتحدث الآن عن أبرز خدمات هذا المطعم، ونتحدث أيضا عن الأصناف الموجودة داخل هذا المطعم. هلا نحن باشا تخصصنا في السناكات بجميع أنواعها، والعصائر الطبيعية والكوكتيلات، وهلا حاليا فتحنا فرع جديد لنا للبروستيد، للدجاج المشوي عفوا التركي، للشاورما الدجاج واللحمة، عندي دجاج الشواي، بهاي الأمور. بس قطاع السناك عندي يعني موسع أكثر. نعم سيد عامر الصوالحة، كيف ترى تطور المطاعم في الأردن بالنسبة لمستوى الدول الخارجية؟ كيف تشوف هذا التطور؟ شوف للأمانة، أنا سافرت على تركيا وسافرت على دبي، شفت يعني المطاعم هناك شو بيقدموا والطريقة والأداء تقريبا نفس الكفاءة عندنا، بس بيختلف المكان طبعا. نعم. الأصناف بس كخدمات بتضاهي بعض. أكيد أكيد يوجد كفاءات ما شاء الله، يعني أستاذ عامر. نعم موجود. طيب. نعم موجود. نعم، يعني نتحدث عن الطموحات، شو رؤيتكم المستقبلية لهذا المطعم، مطعم عاشور المركزي؟ يعني مبدئيا الحمد لله رب العالمين على اللي نحن وصلنا له بالثلاث سنوات. طموحنا أنه نفتح مثلا في محافظات أخرى، عمان، إربد، العقبة. ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما وابدا. شكرا لك. الله يحييك. يعني سيد عامر، اكيد يوجد لديكم كوادر، لكن شو بتحب توجه رساله لكل شاب دائما بسعى وبواصل النجاح؟ يعني اكيد للاسف موجوده لحد هذه اللحظه ظاهره ثقافه العيب. شو بتحب توجه رساله، وانت اكيد يمكن تعبت بحياتك حتى وصلت لهون؟ اكيد. هلا انا كصاحب منشاه، صاحب العمل، انا مستعد انظف المطعم بايدي قبل العامل. اكيد. لانه هذا شوف ما في شغل اسمه عيب. نعم. لانه الواحد ابدا ابدا، لانه ما في شغل اسمه عيب. ممكن انت تقابل اي شخص معه شهاده جامعيه بيشتغل عندك موظف في المطعم ما له علاقه بشهادته. يعني في كفاءات، وفي ناس بتشتغل، في ناس بترضى وبتعيش الحمد لله. طبعا اكيد نحكي لجيل الشباب وايضا الشباب من صار على الدرب ووصل لكل مشكله. اكيد طبعا. بضم صوتي لصوتك سيد عامر. نعم سيد عامر، لمين بتحب توجه رساله شكر لكل جهه ساندتك ودعمتك لافتتاح هذا المطعم؟ بشكر جميع الأشخاص اللي ساعدوني ووقفوا معي، شريكي عاشور طبعا، والدي، والحمد لله يعني الجميع، بشكر كل شخص وقف معي في هذا الموضوع، في هذا الشغل بالذات. أكيد أكيد.
اكيد اكيد. وايضا احنا بنشكرك سيد عامر الصوالح اكيد على اللقاء. الله يسعدك. وبنشكر ايضا شريكك ووالدك هذه الاسره. شكرا لك. شكرا لك. بنحييك بهذا اللقاء اكيد. شكرا لك. اكيد هاهم الاردنيين هاماتهم عالي دائما وابدا. يعني سيد عامر اكيد احنا الان سننتقل لداخل مطعم عاشور بكاميرا كفاءات اردنيه.